نحن هنا. حسن. الحمد لله على السلامة لولا. الله يسلمك، وحشتني يا حسن. وانتي؟ وحشتني يا حبيبي. احكي لي بقى، اتبسطتي؟ قوي قوي، يا ريتك كنت معايا. المرة الجاية. المرة الجاية هتسافر معايا، يا كده مش هسافر تاني. أمرك يا حبيبتي، المرة الجاية واللي بعدها وكل اللي تطلبيه. الشهر الجاي هرقص في أوروبا. مبروك. ميرسي. هتيجي معايا مش كده؟ طبعًا. امال حسيبك هناك لوحدك شاري بحاله؟ يعني ما سالتنيش. عن ايه؟ عن عربيه الخواجه سيمون. اشتريتيها؟ وشحنتها معايا من بيروت. وواقفه قدام باب العماره دلوقتي. اوعي سيمون يكون ضحك عليك. انا دفعت له زي ما قلت لي انت تمام، ولا ليره واحده زياده. أروبة يا حبيبتي. تلمستك يا ابو علي. مين ده؟ خليك انت.
محمود، ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ كنت ماشي ورايا من اسكندرية لمصر ليه؟ عادي. عادي يعني ايه؟ ما تتكلم يا حسن. هو حظك كان معانا، صدفة شفتك في اسكندرية وصدفة مشينا الطريق واحد. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عادي. طب وما كلمتنيش ليه لما شفتني؟ عادي. هو كل حاجة تقول عادي؟ انت مش عارفة محمود وحركاته؟ تلاقيه كان هربان من واحدة من اياهم. بقول ايه؟ مش هتديني لفة؟ لفة ايه؟ العربية الواقفة تحت. العربية؟ طب ونعمل ايه من غير عربية؟ خدي تاكس. يا بروده يا دمك. خدي عربيتي يا لولا وادي له مفاتيح خلصينا منها. يعني ياخد عربيتي الجديدة واستلف انا عربية نص عمر؟ اصله جو جديد حلو قوي يستاهل. هتفرقعك ومش هتيجي في الميعاد. عادي. أخرت ليه؟ الليل سطار يا عتريس، مش كده ولا ايه؟ عملت طيب. هي دي الشغلة كلها؟ الغالي تمنه فيه. أفيون. العربية لازم ترجع الليلة. يلا يا رجالة شوفوا شغلكم وخفوا ايدكم شوية، خلي بالكم قدامنا ساعتين زمن عشان العربية ترجع زي ما كانت. يا محمود انت ما بقتش بتحبني. انا عمري ما قلتلك اني بحبك. يعني ايه كل اللي كان بيننا كان معناه ايه؟ مجرد وقت ظريف قضيناه سوا، والوقت الظريف ما حدش يندم عليه. يعني خلاص خلاص عادي. طب وانا بحبك يا محمود. بكره تحبي غيري ويجي راجل غيره. انت سافل. انا مش سافل، انا عمري ما وعدتك بحاجه. أنا غلطانة إني صدقتك، غلطانة إني عرفت واحد زيك. محمود، محمود. خلاص يا قمر، كان لازم يجي يوم تنتهي العلاقة دي، صدقيني ده لمصلحتك. بكرة تلاقي اللي أحسن مني.
كله تمام والتسليم الليلة. ازاي؟ هتخرج مع البنت من الصالة، تركب معاها التاكسي اللي تقولك عليه هي، وبعد كده سوا هيتصرف. بونسوار. مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي. ميرسي. ايوه هي. اقدم لك بيومي بيه يا مرفت. تشرفنا يا بيومي بيه. بيومي بيه معجب بيك قوي وعازمك تشربي كاس معاه. كاس واحد بس يا بيومي بيه. انا تحت امرك يا حلوه. يبقى اتفقنا يا حبوبي. حسن كنت هايله الليله. في عينيك بس وفي قلبي كمان. مش باين كل ده. مش باين والعربيه الجديده اللي واقفه ورا. انا مالي الدنيا ما يهمنيش، يهمني ان انا اصدق انك حقيقي بتحبني. وهعمل لك ايه عشان تصدقي؟ نتجوز. ده انا وانا مسافره حسيت اني مش قادره اعيش من غيرك. انت عارفه ظروفي دلوقتي. انا عارفه كل ظروفك يا حسن. يعني وعارفه كمان اللي كان موجود في العربيه. انا بحبك يا حسن وهكون دراعك اليمين وسرك هيكون في قلبي زي حبك بالظبط. انا كنت متاكد انك عارفه عشان كده عملت حسابي. يعني مش وقته، انا عندي شغل زباينه على البيت وانا حصلك. حسن حسن انا بحبك. انا بحبك. شاهي هعمل لك هيمة. كله تمام يا معلم. طب اتكل انت. ايدك فاضي مش لما نتفق؟ ما احنا دايما متفقين. والميعاد امتى؟ لما اعرف هقول لك. وهنتقابل هنا برضه بس المره الجايه ما تجيش ايدك فاضي. طيب. استاذ محمود انت تعرف لولا الرقاصة؟ مالها لولا؟ انت سبق واستلفت عربيتها النهارده الصبح. ما انا قلت لستك. انا بوجه السؤال لمحمود مش لك. ايوه ايوه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ لولا اصيبت في حادث انقلبت بيها العربيه. ايه؟ تقرير المعاينه بيقول فرامل العربيه كانت. ولولا جرى لها ايه؟ لولا في المستشفى وللاسف الاصابه خطيره. كل شيء تمام وما دام دفعت الكفايه لا سيب الباقي عليا انا. ولولا ربنا معاها. هي لولا اتهمتني انا. مفيش شهود وانت ما اعترفتش بحاجه. ايوه بس لولا تعرف حاجات كتير. كان ممكن تعرف اكتر كده. كان لازم تسكت. يعني انت شغلنا ما يعرفش لولا. ما يحبش لولا. لولا بتحبك ليه؟ ما هو مفيش حاجه مالهاش سبب. حتى الحب لازم يبقى له سبب.
لو بقاله سبب ما بقاش حب. يبقى متفقين اهو اللي كان بيني وبين لولا ما هواش حب. ما تتكلمش عن الحب، انت عمرك ما عرفته. بالعكس يا محمود، الحب اللي نعرفه هو اللي ملوش سبب، الحب الحقيقي. حب الفلوس مش كده؟ حب ليك يا محمود، حتى الفلوس اللي جمعتها وشقيت فيها هتكون ليك في يوم من الايام. وايه قيمة الفلوس؟ لولا جايز تموت، انا جايز اموت. انت لا، انا فديك بعمري يا محمود. ان ما كانش الموت يبقى السجن، والحكاية ما تفرقش. السجن انت عمرك ما هتدخله. ليه؟ على راس ريشة؟ مش لازم نضيع احنا الاثنين، كفاية واحد. وقتها هشيل الهم ده عنك. كفاية انا يا محمود. انا مش هستنى لغاية لما يجي اليوم ده. كفاية لغاية كده يا حسن. انت اتجننت. انا خلاص عقلت. انت سكران. انا عمري ما كنت فايز زي دلوقتي. انت اخويا ودراعي اليمين. اللي ملوش قلب ملوش دراعين يا حسن. انا قلبي ودراعي زي الحديد. وانا مش ممكن اكون دراعك اللي يقتل. انا ما قتلتش. ولولا. اسكت اسكت. محدش بيقتل حد. واللي بيموت في شغلتنا بيقتل نفسه، واللي بيتقتل بيفادي غيره. لعبه مش بتاعتي. بكره ترجع لعقلك. بكره هرجع لقلبي وضميري. اظن كلمه غريبه عليك. انت عيل صغير. يا ريت نرجع عيل صغير وانسى اللي فات من عمري. انا اخوك يا محمود، ما تسيبنيش. ان كنت اخويا صحيح سيبني انت يا حسن. نهارك سعيد يا ست ام فاطمه. شقه غريبه. خير يا سي محمود؟ يا ترى فاطمه هنا؟ لا، فاطمه مش هنا. امال فين؟ لسه ما رجعتش من الشغل. ويا ترى هتتاخر؟ الله اعلم، ساعات بيبقى عندها شغل وبتتاخر. طيب حاب اسال عليها مره تانية. ابي سلمي لي عليها. طيب على اذنك. مع السلامه. ازيك يا بطل؟ الله يسلمك. وحشتيني. انا عايز اتكلم معاك. في ايه؟ عندي كلام كتير. اتكلم. طب ممكن نقعد في حته؟ فين؟ اي حته نقدر نتفاهم فيها. فين يعني؟ نركب العربيه ونفكر على مهلنا. انت بقى عندك عربيه دلوقتي؟ لا، قصدي عربيه اخويا. اه. كده يا فاطمة، قدرت تقوليها تاني؟ انت السبب. انا جيت لك بنفسي، اعمل ايه كمان؟ تسيب اخوك وشغل اخوك. هسيب اخويا. هتقدر؟ ده انت عايش بفلوس وراكب عربيته لحد ما الاقي شغل، وعيه مش هاخد منه حاجة. وهتشتغل ايه؟ ده انت خلاص خدت على العيشة السهلة. وانت جنبي يا فاطمة، كل شيء يهون. سكتي ليه يا فاطمة؟ لما تنفذ كلامك، لما تلاقي نفسك يا محمود، ساعتها هتعرف ردي. لو موافقتي بمراتي نتجوز ان شاء الله النهارده. لا يا محمود. لا، انا عملت اللي عليا، انا ما كدبتش عليكي. انا فعلا سبت حسن وحياه حسن. انا ليلادي راجع بيتنا القديم. وانا عايز اروح يا محمود. طب مش لما نكمل كلامنا؟ انا تعبت. هتوصلني ولا مش انا؟ هوصلك. وليلادي حاسبت لك ان انا عندي كلمتي. مرحبا ابو حنفي. خطوة عزيزة. ازيك يا عتريس؟ يا مرحبا. ايوه خدمة يا محمود، اؤمر. هي خدمة صغيرة بس أربعة باب. عربية؟ على قد. نقي اللي تعجبك. بيع وشراء. مش عيب. هو في فرق بيننا؟ ألف ونص. اشمعنى؟ ما قدرتي. بس حسن طول عمره خيره علينا. دي ليا مش لحسن. هي ايه العبارة؟ تاكس. وانا اللي هشتغل عليه. وايه لزوم تاكس واحد؟ خليهم ثلاثة، خمسة. شغلة التاكس عايزة كده. بقولك ما اقدرش. ولو التمن أكتر تقسط لي. مفيش فرق. خد العربية اللي تعجبك. لكن قول لي، أنت نويت تسيبنا ولا إيه؟ أهي دي عربية كويسة.
بس المهم يا عتريس الفرامل تكون سليمة. محمود أنا معرفش نمرة تليفونك وكان لازم أجي. خير؟ عايز أقابلك ضروري. أنا مشغولة يا محمود، أنت معطلني. حسناك في نفس الكازينو، خلصت شغلك وتعالي. فاطمة مش موجودة. ما رجعتش من شغلها؟ لا رجعت. امال هي فين؟ راحت تزور واحدة صاحبتها، أصل فرحها الليلة. فرح مين؟ صاحبتها. طب وهترجع امتى؟ يا عالم يا ابني، فرح بقى وعذرها معاها. طبعا طبعا. أستأذن أنا. ما قلتليش يا ابني. كنت عايز فاطمة ليه؟ ملوش لزوم بقى يا ست أم فاطمة. لولا رجعيني اوضتي لو سمحتي. لحظة واحدة من فضلك. انا ارجوك مش عايزة اشوف حد، مش عايزة اكلم حد. هما كلمتين هقولهم لك وامشي على طول، بس ارجوك تسمعيني يا لولا. نفسي تصدقيني وتعرفي اني بريء. انا ماليش دعوه بحكايه العربيه، والدليل على كده ناس سوقتها ليلتها لغايه كباريه. ولو ما كنتش بريء ما كنتش قدرت اجيلك النهارده. حاجه تانيه يا لولا انت ما تعرفيهاش، انا سبت حسن. ارجوك تصدقيني انا جايلك النهارده عشان اخلص ضميري. انا ابتديت حياه جديده وبصفي كل الحسابات القديمه، ويهمني قوي انك تصدقيني. انا عارفه يا محمود. عارفه؟ عارفه كل حاجه. عارفة مين اللي بوظ فرامل العربية، وعارفة أكتر من كده كتير، أكتر من اللي أنت نفسك تعرفه. يعني إيه؟ ميرسي على الورد يا محمود، زيارة مقبولة. اهلا وحشتني، ايه الاخبار؟ اليستك جاوب واللي اتفقنا عليه. جنب رجلك الشمال شنطه سودا فيها الامانه كلها. شوف بنفسك. 100,000 فل مش كده؟ 50,000 فل بس يا حسن بيه. ليه؟ كان اتفقنا 100,000. الباقي تاخده بعد التسليم باسبوع. انا مش هقعد معاك كتير، وكنت عايز اعرف امتى. لما يجي الوقت هتعرف، ولما يجي الوقت تاخد الباقي. حسن ايه اللي جابك؟ اشتقت لبيتنا القديم، اشتقت اني اشوفك يا محمود. وعرفت منين ان انا هنا؟ امال هتروح فين؟ انا عرفت انك سبت شقتك وبعت اللي فيها عشان تتاكد ان ليلتها ما كنتش سكران. اوعى تفتكر اني زعلان يا محمود، تصدق بيه انا فرحان لك. اصلك لسه على البر، انما اللي زي انا في وسط البحر يا يعوم يا يغرق يا ابو حنفي. عوم وارجع للشط يا حسن. لسه بقانش الاوان يا اخويا. المهم انت هتعمل ايه؟ عادي هشتغل وربنا يعيني. محتاج حاجه؟ فلوس؟ امر يا ابو حنفي. انا عارف يا حسن، انا معايا اللي يكفيني ويخليني ابتدي سليم. وانا رقبتي سداده، معايا من جنيه ل50,000. ايه دول؟ فلوس يا محمود. فلوس من ايه يا حسن؟ 50,000 ولسه قدهم. دي فلوس حرام. بكره ما توب تبقى حلال. صدقني يا ابو حنفي كلامك ليا اخر مره اثر في نفسي. انا ناوي اعمل زيك بالظبط، بس اضرب ضربتي الكبيره وبعدها خلاص. انا كمان عاوز ارتاح، بس انا ليا خدمه عندك.
انا حاسب لك الشنطه دي وعاوزك تخفيها في مكان امين امان لغايه ما ارجع واخدها منك. حسن انت عارف ان ده مش ممكن. من حقك ترفض، بس دي اخر خدمه هتعملها لي لو كان لي خاطر عندك. ولو انا مصدقك وعارف انك تبت حقيقي يمكن ما كنتش وثقت فيك وطلبت منك الطلب ده. محمود حسن انت بتقول ايه؟ معلش يا محمود، شغلتنا علمتنا الاخ يخون اخوه. انا عمري ما خونتك يا حسن. وانا عمري ما خونتك، بس دي اخر خدمه بطلبها منك. ودي اخر مره هطوعك يا حسن. يبقى متفقين يا ابو حنفي. حصل تاخير ليه؟ اتقل يا حاج، بقالنا كتير لابدين في الرطوبه والواحد ابتدى يتوغش. قلت لك بلاش تيجي معانا، احنا شركة وايد على ايد تسند، ولما استلم اسلمك. ما هو لو ما كنتش خونتني وكنت دفعت لي المبلغ كله في مصر كان الرجاله عملوا الواجب واحنا مرتاحين، وما كانش في داعي نيجي هنا لا انا ولا انت. حصل خير، ربنا يستر. سامحيني يا ام، انا ما نسيتكيش، عمري ما نسيتك، وكان لازم اجي ازورك من زمان. يا ريت تساعديني يا امي، انا محتار ومش عارف اعمل ايه، حاسس اني بقيت زي التايه. اخويا حسن محوطات ديابة، ابنك حسن لو دخل السجن هبقى انا لوحدي، هعمل ايه؟ ساعديني يا امي، ساعديني وساعدي حسن، خلي روحك جنبه احميه من الديابة. في حركة في المية. الأخ غريب؟ اسمي مش غريب. اسمك كريم ايه؟ خليل. النص وانا معايا النص التاني. اشوف احنا جاهزين. يلا يلا رجالة. Thank you.
يا حاج سعد. اسم العقيد محمد فتحي يا ابو علي. حكومة؟ ما يقعش الا الشاطر. والفلوس اللي دفعتها لي الخمسين الف جنيه دي فلوس الحكومة، يعني عهدة وضروري هتردها، مش كده ولا ايه؟ اما انا طلعت حتة تربش، ولا اللي كنت فاهم ان عمري ما هقع. انا اتخميت اتخميت. محمود يا مصيبتي، ايه اللي نابك؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ فاطمة يا فاطمة، محمود محمود الحقيقة يا ابني محمود. اسم الله يا ابني، يا ترى ايه اللي نابه؟ بس هو دلوقتي كويس، بس محتاج ينام شوية، والحقنة دي هتنيمه. ميرسي يا دكتور. احنا جيران ولاد حتة واحدة. اتفضلي. ميرسي. اي حاجة اتصلوا بيا، وانا بكرة هاجي اشوف ان شاء الله. كتر خيرك يا دكتور. العفو يا فندم. مع السلامة. الله يسلمك. فاطمة. نعم يا ماما. الدكتور بيقول انه هيجي يشوفه تاني بكرة. ضروري يجي يشوفه. وحضرته هيستنى هنا لبكرة؟ مش وقت الكلام ده يا ماما. محمود حالته وحشة، مش ممكن نتخلى عنه دلوقتي. احنا مالنا وماله؟ محمود كان خطيبي وكنا هنتجوز في يوم من الايام، وطلع قليل الاصل ونسيكي، ونسي العيش والملح اللي كلناه سوا، نسي الفتحة اللي قريتها مع المرحوم امه الله يرحمها ويحسن اليها. صحيح يخلق من ظهر الطيب فاسد، كان هو ولا اللي تنخفي سيرته حسن اخوه. انا اللي مرضتش بيه. ايه بس اللي حدفوا علينا تاني؟ لما يفوق ويقدر يتكلم هبقى اساله. انا قلبي عليك يا بنتي. قلبك فيه الخير يا ماما، ما تخافيش عليا. خايفه تتعلقي به تاني ونرجع للغلب ووجع القلب بتاع زمان. زمان انا كنت صغيره. ما انت لسه صغيره ولسه بتحبيه. انا عمري ما كرهته. امال رفضتي تتجوزيه ليه؟ وهفضل ارفضه طول ما هو عايش غلط. يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي، النهارده غير امبارح، وكفايه اللي فات. كان لازم يقع في يوم من الايام، ويمكن يمكن ربنا يكون انتقم لك يا لولا. لا لا، انت لسه بتحبيه. هو ده عيبنا يا ستان، لما نحب عمرنا ما نكره. لكن لازم تنسيه، وعشان تنسيه لازم تفتكري اللي عمله فيكي. مش قادره يا ابا. حسن ومحمود ما يستاهلوش دمعه واحده من عينيكي، لان ملهمش قلب، ما يعرفوش معنى الحب. واللي جرى الحسن بكرة يجرى المحمود يا لولا. قمر مدام لولا، ممكن نتكلم كلمتين على انفراد؟
انتوا جايين ليه؟ مش خلاص قبضتوا على حسن؟ مدام لولا، احنا بنشكرك على تعاونك معانا، واحنا مش جايين المره دي عشان حسن. ارجوك انا فاهم شعورك كويس، وعارف انها كانت تضحيه كبيره منك، لكن مطلوب منك تكملي خدمتك لينا. كفايه لغايه كده، ارجوكوا سيبوني في حالي. قلت لك احنا مش جايين عشان حسن، موضوع حسن انتهى، احنا جايين عشان محمود. محمود ملوش دعوه باي حاجه. طب ما شفتيش حسن بيدي محمود فلوس قدامك؟ شفته كتير. فلوس قد ايه؟ 100 200 حاجه زي كده. سياده المقدم بيتكلم عن فلوس اكتر من كده بكتير. شفته مره واحده بيديله 1000 جنيه، مش فاكره كان هيشتري بيهم ايه. يعني لو مبلغ اكبر من كده تفتكري مين يثق فيه اكتر من اخوه عشان يديهوله؟ معرفش معرفش كده. طيب يلا بينا يا علي. انت يا لولا لولا انا بحب احب احب حسن. الشنطة، أنا ماليش ذنب. حسن، عتريس، عتريس، الشنطة، عتريس. فاطمة، أنا جنبك يا محمود، سلامتك. أنا أنت بخير، الحمد لله. هو إيه اللي حصل؟ أنت اللي تقول لنا إيه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيك كده؟ مش عارف، خرجوا عليا بالمطاوي، خدوا كل اللي معايا. فداك يا محمود، الحمد لله اللي جت على كده. أنا لازم أقوم، لازم أخرج من هنا. الدكتور قال لازم تستريح كمان. ووالدتك؟ ماما. دي ماما طيبة قوي، أنت نسيت ولا إيه؟ أيوة بس وجودي هنا، وجودي هنا غلط، في إحراج للكل. أنا بقيت كويس لازم أقوم. محمود أنت لسه تعبان. تحب أكلم أخوك حسن يجي يشوفك هنا؟ حسن؟ لا لا. طب يلا خد الحباية دي عشان تبقى شاطر وقبل فاطمة تحبك. أنا خلاص هرجع أعيش هنا في الحتة زي زمان. وأخوك حسن هيرضى. مالك يا محمود؟ ايه اللي انت مخبيه؟ انا محتاج لك قوي، محتاج لك قوي يا في حاجة يا نفس فاطمة؟ الجورنال يا فندم. ماله جورنال؟ لو سمحت ممكن أشوف في حاجة وأرجعه لك؟ اتفضلي. ميرسي. الأنسة فاطمة مجاهد؟ أيوه. أنا المقدم جلال إمام. أنا معرفش حاجة أبدا. بصراحة أنا مش مصدقك. صحيح إحنا إخوات، لكن كل واحد كان عايش لوحده. غريبة. لكن ليه؟ كنا مختلفين مع بعض. واختلفتوا على ايه؟ شغل؟ فلوس؟ اسباب شخصية. اقدر اعرفها؟ لا. انا الاسباب دي يا فندم. انتي؟ انا كنت رافضة جواز من محمود بسبب اخوه، وكان الحل انه يسيبه يعيش لوحده. ليه؟ كنت حاسة ان حسن سيره بطال، وكنت خايفة ليه. خايفة من ايه؟ حسن كانت حياته مليانة أسرار، والفلوس الكتير اللي كانت معاه محدش كان عارف بيجيبها منين. ومحمود ما قالكيش ليه؟ أنا ما كنتش أعرف حاجة أبدا. كنت بتشتغل معاه؟ لا. لكن كنت بتشوف معاه فلوس كتير مش كده؟ أيوه. ما سألتوش الفلوس دي منين؟ لا ما سألتوش. طب كان بيشيلها فين؟ في خزنته.
كل فلوسه كان بيشيلها في خزنته في البيت. احنا فتشنا بيته لقينا الخزنه فاضيه. هل لازم نقلها في حته تانية؟ حته تانية فين؟ معرفش. حته تانية عند شخص يكون بيحبه ويثق فيه. طبعا. انت اخوش ايه وطبعا هو بيحبك ويثق فيك، مش كده؟ وحسن هشيل فلوسه معايا ليه؟ هو مع ذلك تقدر تفتشني. احنا فعلا فتشنا بيتك. وطبعا ما لقيتوش حاجه. الفلوس اللي بندور عليها مهمه عندنا، ويمكن تكون موجوده هنا في البيت ده. وايه اللي هجيبها هنا؟ ده بيتنا احنا، بيت ماما. محمود ما جابش فلوس هنا. ممكن يجيبها هنا من غير ما تعرفه. يستحيل محمود يعمل معانا كده. يا حضرة الظابط، اقسم لك بالله العظيم انا لما دخلت البيت ده ما كانش في جيبي ولا مليم. تفتيش البيت مسألة إجرائية ومهمة جدا بالنسبة لنا. يا حضرة الظابط، دول ناس طيبين وفي حالهم، حرام يكون جزاهم البهدلة والفضيحة بسببي. يعني مش عايزنا نفتش هنا؟ أرجوك. أمال نفتش فين؟ معرفش، وأنا هعرف منين بس. إحنا لحد دلوقت ما عندناش اتهام ضدك. يعني إيه؟ على العموم هنتقابل مرة تانية بقى. بتجري ورا جدع صايع زي سي محمود ده. انتي مش قادره تفهميني يا ماما. اتفضلي حضرتك فهميني. دي فرصتي اني ارجع محمود زي ما كان الاول، واحسن من الاول. يعني ايه؟ محمود جالي وهو مجروح عشان بيحبني، وعارف ان انا بحبه. لو قفلت بابي في وشه تاني هيضيع، وهبقى انا السبب. انا هقف جنبه يا ماما، هساعده، هخليه يعرف ان الحب اللي بيربط بينا أقوى وأغلى من أي فلوس في الدنيا. المتهم حسن عطية يا فندم. تعال يا حسن. أنت معترف يا حسن، مش كده؟ معترف بيه يا سعادة البيه. بالعملية كلها؟ كل حاجة من تدبيرك، الرجالة والمخدرات وكل حاجة بتاعتك، مش كده؟ كده يا سعادة البيه. والفلوس؟ فلوس يا سعادة البيه؟ الخمسين ألف جنيه اللي خدتهم من العقيد محمد فتحي. أنا ما أعرفش العقيد محمد فتحي. تعرف الحاج سعد؟ آه هو ده، يبقى أعرفه يا بيه. الفلوس اللي خدتها منه كام؟ أنا ما خدتش منه فلوس يا بيه. العقيد فتحي بيقول في التحقيق إنه إداك شنطة فيها خمسين ألف جنيه كدفعة أولى من تمن المخدرات اللي هياخدها منك. ما حصلش. أمال العقيد فتحي بيقول كده ليه؟ ما أعرفش، اسأله يا بيه. أنت معترف بكل شيء يا حسن، اشمعنى النقطة دي اللي بتنكرها؟ وانكرها ليه يا بيه؟ لو حصل كنت اعترفت بيها. انكارك اخد الفلوس ما يفيدكش بحاجة، لكن يضر العقيد فتحي ضرر كبير، وهو ده اللي انت تقصده من الانكار. وهيفيدني بايه ضرره يا بيه؟ عشان هو اللي وقعك ورماك في السجن وعاوز تنتقم منه. ربنا موجود يا بيه، ينتقم منه من كل ظالم. يعني انت مصمم على انكارك استلام مبلغ الخمسين الف جنيه من العقيد محمد فتحي؟ مصمم ومصمم ومصمم يا بيه بالتلاتة. انا اللي خدت منه خمسين الف ولا خمسين قرش حتى. طيب يا حسن، يستمر حبس المتهم حسن عطية.
جلال بيه؟ ازيك دلوقتي يا محمود؟ الحمد لله. خفيت؟ ايوه. انت كملت بالظبط؟ ما خلاص بقى، كل شيء انتهى وراح لحاله. انت كنت مضروب بمطوه في صدرك مش كده؟ انت سيادتك عارف كل حاجه اهو. ومين اللي ضربك؟ اتنين طلعوا عليا بمطاوي. ضربوك ليه؟ علشان يسرقوني. عملت محضر؟ ها؟ لا. ليه؟ اصلي كنت تعبان وحاله وحشه قوي. سرقوا منك ايه؟ سرقوا كل معايا، فلوسي وساعتي، ما خلوش حالتي حاجه. الفلوس كتير؟ ابدا، مبلغ غايف. كام؟ اقل من 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ التاكسي ده بتاعك مش كده؟ ايوه. انت ناوي تتجوز مش كده؟ ربنا يسهلها. اظن فاطمه بتشتغل موظفه. هو سيادتك جاي تقابلني عشان تناقشني في مشكله جوازي من فاطمه؟ ومشكله ال 50,000 جنيه؟ اخوك خد المبلغ ده من الضابط اللي قبض عليه بعد ما اتنكر في شخصيه واحد اسمه الحاج سعد. والحاج سعد ده قدام لاخويا ليه؟ المبلغ كان طعم عشان يثق فيه وشركه في العمليه دي. برضه مش فاهم، انا صلتي ايه بالعمليه دي؟ ال 50,000 جنيه عهده ميري ولازم يرجعوا خزينه الدوله. كويس. لا مش كويس. اخوك الف التحيه انه ما خدش من الضابط المبلغ ده. يمكن ما خدهم. صحيح. الضابط ما يكذبش. اشمعنى حسن هو اللي يكذب؟ عشان الكذب مش غريب على واحد خارج على القانون زي اخوك. احنا كلنا بشر، كلنا معرضين نقع في الغلط، في الكذب. احنا عندنا ادله ان اخوك خد المبلغ ده من الضابط، والحكومه لازم تسترد فلوسها. وليه حسن بيمكن انه خد الفلوس؟ عشان ينتقم من الضابط. وسعادتك بتقول لي الكلام ده كله ليه؟ يمكن تقدر تساعدنا. لو في امكاني اعمل اي حاجه انا تحت امرك. تكلم اخوك، تحاول تقنعه. اقنعه بايه؟ يعترف انه خد الفلوس ويرجعها. ازاي؟ قول له اذا ما كانش هيعترف هو هتعترف انت. اعترف انا بايه؟ بان ال 50,000 جنيه معاك. معايا انا؟ ابدا. امال مع مين؟ معرفش. تبقى مخبيها او شايلها مع حد. شايلها فين يا محمود؟ الفلوس دي معرفش عنها اي حاجه، ولا اعرف هي فين. احنا اتفقنا انك تساعدنا. اساعدك وتودوني في داهيه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. مع انك لو تساعدنا وترجع الفلوس احنا كمان هنساعدك ونطلعك من الحكايه دي زي الشعره من العجين. يا بيه صدقني انا معرفش حاجه عن الحكايه دي. انا راجل في حالي وعايز اعيش. ابعدوا عني انا في عرضكم. لو تسمع كلامي وتحكم عقلك هترتاح. الفلوس دي مش هتفيدك بحاجه ابدا. ارقام الفلوس عندنا كلها، واي قرش هنلاقيه معاك هيعرضك للسؤال، ولازم تقدم لنا تفسير عن مصدره. يعني عمرنا ما هنبعد عنك ولا نسيبك في حالك. وعايز انبهك لحاجه مهمه كمان، اخفاء معلومات تفيد العداله او اخفاء اموال امريه مسروقه جريمه. انا قلبي عليك يا محمود، انت لسه شاب وقدامك مستقبل لازم تفكر فيه. يا بيه انا بلاش ترد عليا دلوقتي، عندك وقت تفكر على مهلك. فكر في حياتك ومستقبلك. اللي بيدور على الاستقرار والحياة الشريفة لازم يتخلص من الماضي ويرميه ورا ظهره. اللي واخد عقلك مالك يا محمود؟ دايخ. سلامتك. حاسس بيه؟ أنا مش عيان، دماغي هتنفجر من كتر التفكير، لازم أعمل حاجات كتيرة ومش عارف أبتدي منين. أنا كنت ناوي أسألك هتعمل إيه؟ ما تسألينيش، قولي لي أعمل إيه، فكري معايا، ساعديني. حسن أخوك كان دايماً بيفكر لك، يظهر إنك خدت على كده وبطلت تفكر أنت. جايز، لكن ده مش معناه إني فقدت شخصيتي. أنا ما قلتش كده. أنت عندك حق، المشكلة مشكلتي لوحدي ولازم أواجهها. نواجهها سوا لو حبيت. تجاوزيني. اتفضلي هنا، اتفضل. ألف مبروك. ألف مبروك يا بنتي. مبروك يا محمود يا ابني. الله يبارك فيك. شطرة اسم الله عليها. تعالي يا حلوة تعالي. اتفضلوا. مبروك عريس.
50,000 مبروك يا ابو حنفي، ولو انك ما عزمتناش لكن فرحتنا النهارده ما تتقدرش، ولما ابو علي هيعرف هيفرح قدنا واكتر. انت شفته؟ الراجل قلقان عليك، انت ليه ما زرتوش؟ قال لك ايه؟ عاوز يشوفك ضروري. ما قالكش ليه؟ يعني هيكون ليه؟ الفلوس ال50,000. انت كمان يا عتريس، ما انت عارف بقى مصاريف القضيه والمحامين ناحلين وبرنا في الرايحه والجايه. الفلوس مش معايا. ازاي بقى؟ امال يعني مع مين؟ بقول لك مش معايا. يبقى الواجب بقى تقابل اخوك وتقول له، ولا ايه؟ استاذن انا واسيبك لعروستك يا ابو حنفي، ومبروك 50,000 مبروك. سلام عليكم. مبروك يا محمود. الله يبارك فيك. مبروك يا ست فاطمه. متشكر. ده احسن خبر وصل لنا النهارده، وعشان كده جيت اهني بنفسي. متشكرين يا جلال بيه. مفيش تكليف بالاصحاب، وانا جاي لك النهارده اهنيك كصديق مش اكتر. يا ريت يا جلال بيه. انت يظهر بترفض صداقتي. انا نفسي اصدقك. وانا نفسي اعرف منك الحقيقه. صدقني ده لمصلحتنا احنا الاثنين. استاذن والف مبروك. مع السلامه. أخوك. يا بخالتك يا حسن. الحاج سعد ما يهمنيش في حاجه. لولا الخاينه اللي تحب يخسر اكتر. مش دي كلمتك يا حسن؟ كانت تعرف كتير. كانت تعرف الحاج سعد، بس كانت بتحبك وعملت العربيه هي اللي خلتها تعمل كده. اللي يحب ما يخونش. مش هي اللي خانت يا حسن. أنا ما حبيتهاش. لو كنت حبيتها ما كانش ده حصل. سيبنا من السيرة دي، أنا حسابي مع لولا بعدين. قول لي أنت الأول أخبارك إيه؟ البوليس. ماله؟ وراي. ليه؟ ما أنت عارف الأمانة. قلت لهم إيه؟ ما أعرفش عنها حاجة. أفارم عليك. طب وبعد كده؟ هتفضل ما تعرفش حاجة. دي فلوس حكومة، ولو ظهر منها قرش هحصلك هنا والحديد في إيديا. ما تخافش يا محمود، طنش أنت ونام على الأمانة. دي هي دي الخميرة اللي هنعوض بيها كل اللي راح. طب مش لما ربنا ياخد بيتك؟ المحامين بيقولوا كلام حلو قوي. هنلبس القضيه للظابط، هنلطحها فيه، هنقول ان كان عاوز يلعب فلوس الحكومه 50,000 جنيه، هنضيع مستقبله زي ما ضيعنا. ما بلاش يا حسن. يعني ايه؟ الفلوس مرقومه، وحتى لو طلعت ملهاش قيمه. دي السكه الوحيده اللي هتطلعني من هنا. ما اظنش. كلامك غريب يا محمود. الفلوس دي هم على قلبي وقلبك، طوق حديد حوالين رقبتي ورقبتك. ما هو ده ظني فيك. لو مش قدها سلم الامانه لعتريس. لا يا حسن. لا يعني ايه؟ يعني لو هسلمها هسلمها لاصحابها. انت مجنون؟ ما تخافش، مش وقته اعمل كده. لو حسيت لحظه ان ده في صالحك هسلمها يا ابو علي. انت اخويا يا محمود. انا اسف يا حسن. اشوف وشك بخير. محمود 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 محمود. مساء الخير يا معلم. مساء الفل يا سي محمود، وعندك كمان شيشة نادية. مساء الخير يا بطل. يسعد مساك. ماما نامت؟ من بدري. معلش تأخرت عليك شوية، أصل الشغل كان على ودنه.
امال فين الفوطه الصفرا؟ استعملتها طبعا، امال انا جيت ازاي؟ هحضر لك لقمه تاكلها على ما تغير هدومك. يلا لحسن انا ميت من الجوع. مساء الفل يا مدام. محمود. ايوه يا بطل. عطريس. اهلا. اهلا بيك يا ابو حنفي. اتفضل. انا شفت العربيه تحت، عرفت انك هنا. خير ان شاء الله. خير. انا بشربها ساده يا مدام. اتفضل يا عطريس. حسن بيسلم عليك. الله يسلمك. طالب الامانه. أني أمان؟ ال50,000. سبق وقلت لك إن الفلوس دي مش عندي. وصدقتك وحياتك يا أبو حنفي. لكن حسن أخوك بيقول إن المبلغ عندك. حسن غلطان. مش عيب. ده حسن أخوك الكبير برضه ما يغلطش. حسن قال لي آخد المبلغ كله منك. وأنا بقول لك وقلت له الفلوس مش عندي. وقلت له كمان إنها مرقومة. ما تحملش هم، أنا هتصرف. دي شغلتي. قلت لك مش عندي. ما تخلينا اصحاب احسن ابو حنفي. انت بتهددني يا عطريس؟ الفلوس مطلوبه حالا لمصلحه حسن اخوك. وايه مصلحته بقى؟ ما اقدرش اقول لك. وانا ما عنديش فلوس. وكفايه كده قوي بقى يا عطريس، انا راجل شاهين طول النهار وعايز ارتاح شويه. القهوه. قهوه دايما يا مدام. استاذن. سيبيني شوية يا فاطمة. لا. أنا متضايق شوية. عارفة. طب سيبيني بقى. لا. محمود، الراجل ده عايز منك إيه؟ فاطمة. محمود، أنا حاسة بيك. أنا مراتك ومن حق أعرف إيه اللي أنت مخبيه وتعبك بالشكل ده. بعدين هقولك. محمود، الناس دي عايزة منك ايه؟ حسن وعتريس والظابط جلال. قولي يا محمود، خليني افكر معاك يمكن اقدر اساعدك. سيبيني انا افكر لوحدي. تفكر لوحدك؟ ده كان زمان. دلوقتي احنا الاثنين واحد، واي مشكلة لازم نواجهها سوا. قولي يا محمود، عايزين منك ايه؟ كلهم عايزين حاجة واحدة. والحاجة دي عندك؟ ايوه، بس مش عارف اديها لمين. وايه هي الحاجة دي؟ أرجوك يا فاطمة، اعفيني بقى من الكلام، أنا تعبان وعايز أفضل لوحدي. سلام يا رجالة. على فين يا هانم؟ المعادن من فضلك. قمر. محمود، مش معقول انت بشتغل سواق تاكسي زي ما انت شايف. لكن ليه؟ الدنيا ما بتفضلش على حال واحد. لكن ازيك انت وازاي احوالك؟ يا ترى اتجوزتي؟ مخطوبة. لكن انا سمعت انك اتجوزت، صحيح يا محمود؟ الحمد لله. اتجوزت واحدة كنت بحبها من زمان. عقبالك يا قمر. ومراتك موافقة على شغلتك دي؟ يعني ما كانش في شغلانة تانية يا محمود؟ ما هي دي عربيتي، وأنا بشتغل عليها، زي واحد فاتح دكان صغير وبيشتغل فيه. وبيكفيك الإيراد؟ ده أنت زمان كنت بتلعب بالفلوس لعب. بيكفي وبنحوش منه حياتك. ربنا يسعدكم. بينا بقى على المعادي. مع السلامة يا قمر، وفرصة سعيدة أوي. كام العداد؟ إيه وهو معقول أدفعك برضه؟ أنت مش مصدقة إنها عربيتي ولا إيه؟ ميرسي أوي يا محمود. عن إذنك. معقولة؟ هتشيل الشنطة كمان؟
ولا همك. اتفضل. دخلها في الصلاة وحياتك يا محمود. حاضر. الباب مش هيتفتح. باتريس. شرفت يا ابو حنفي. يا قمر بتشتغل حسابك اليومين دول ولا ايه؟ شاطر. قد انت فهمت. طول عمرك حدق. انا لو حدق كنت فهمتها ما تجرجرني لغايه هنا. انت هنا في بيتك. انت عايز ايه؟ ما انت عارف هي صوره. وانت عارف ردي يا اخي هي صوره. مش تفهم الاول عاوزين فلوس ليه؟ حسن قال لي اقول لك على كل حاجه. مفيش فايده من كلامك يا عتريس. حسن ناوي يهرب. يهرب منين؟ بالسجن؟ ناوي يهرب بره مصر كمان. انت بتقول ايه؟ ازاي؟ ومين اللي هيهربه؟ الفلوس اللي معاك، ال50,000 جنيه يا ابو حنفي. اه بقى هي دي الحكايه، لفت اوانطه عشان اخليني اسلمك الفلوس. العب غير عتريس. برضاك هتسلمها غصب عنك هتسلمها. اختار بقى اللي يعجبك. انت بتهددني تاني يا عتريس؟ المره دي باذن من اخوك. طب وريني بقى هتعمل ايه؟ ما تنساش انك متجوز وبتحب مراتك. وحياة مراتك تهمك طبعا. ما تجيبش سيرة مراتي على لسانك يا كلب. المرة دي عينة بس، المرة الجاية حاجة تانية. قدامك فرصة يومين، ما طلعتش بالفلوس هتتعب قوي عريس. ارموه برا. عتريس، افرض انه راح البوليس. هيقول لهم ايه؟ ضربوني؟ هيسألوه ضربوك ليه؟ ما يقدرش يقول لهم انه نايم على الفلوس وعاوز ياكلها لوحده. خمسين الف جنيه؟ والفلوس دي فين؟ مخبيها. فين؟ مع الأموات. أموات؟ محمود أنت هتخبي عليا؟ أنا خايف عليكي. الناس دي مستعدة ترتكب جريمة قتل عشان تعرف الفلوس فين. من هنا ورايح أنا اللي هوديكي واخدك من الشغل، مفهوم؟ حاضر. لكن أنت هتعمل إيه؟ مش عارف. مش عارف. نبلغ البوليس. أقول لهم إيه؟ أنا متورط بالفلوس دي في المشكلة كلها. رجع الفلوس. أرجعها لمين؟ لأصحابها، للحكومة. وعتريس ورجالته. أمال هتديها للمجرمين دول؟ لو اديتها لهم هتسجن. سيادتك طلبتني تاني. وحشتني يا أخي. مين اللي عمل فيك كده؟ ولاد الحرام كتير. عتريس؟ ضربوك ليه؟ مش عارف. سلمتهم الفلوس؟ ما كانوش ضربوني. يمكن سلمتها بعد ما ضربوه. ازاي سلمهم حاجه وهي مش معايا؟ افرض انها معاك كنت تسلمها لمين؟ لاصحابها، للحكومه. للحكومه؟ ليه؟ عشان الفلوس بتاعت الحكومه. عرفت ازاي انها بتاعت الحكومه؟ انت اللي قلت لي. ودلوقتي بقول لك ان انا متاكد ان الفلوس معاك. وعايزني سعادتك اعترف بكده وادخل السجن برجليا؟ مفيش سجن ولا حاجه. انت اخو المتهم ومن حقك تبرأه باي طريقه. يعني لو سلمت الفلوس مفيش أي مسؤولية عليك، ولو حبيت ممكن ما نجيب سيرتك خالص، ونقول إن اللي سلم الفلوس مجهول، ومحدش يعرف أبداً إنه كان ليك صلة بالحكاية دي كلها. أنا قلبي عليك يا محمود، جهات التحقيق كتير، والخوف لجهة منهم توصل للفلوس واللي معاه الفلوس قبل ما يتكلم.
ساعتها لو طلعت انت محدش هيرحمك. فكر على مهلك، فكر كويس وبعقل وما تضيعش الفرصة. انا في انتظارك في اي وقت. مساء خير. يسعد مساك يا ابني. امال فاطمه فين؟ نايمه في اوضتها. نامت من دلوقتي؟ بتقول تعبانه شويه. سلامتها مالها؟ مفيش حاجه يا ابني، مراتك بتتدلع. اصلها بتتوحم يا سيدي. ايه صحيح والنبي بتتوحم؟ يعني ايوه يعني. الف مبروك يا ولاد. بطه بطاطا روح قلبي، ليه خبيتي عليا؟ ليه ما قلتليش؟ ليه ما فرحتنيش؟ افرحك بايه؟ بالنونو اللي جاي. نونو ايه؟ أنا عيانة. لا والنبي يا ابني ده وحم بس جايلها بنوم. تصور العيانة دي كان نفسها تاكل فسيخ من ساعة واحدة. فسيخ؟ ده أنا هنزل أجيب لك فسيخ حالا يا حبيبتي، هروح رشيد بلد الفسيخ نفسها. أنا مش عايزة حاجة، عايزة تسيبوني أنام وأرتاح. حاضر، نامي وارتاح زي ما أنت عايزة. إيه في إيه؟ ابعد وشك عني يا محمود، ريحة السجاير بتخلي نفسي تغم عليا. يا أخويا. العيانة قال. بس يا محمود. حسن مالك؟ أنت شفت عفريت؟ أيوة حسن. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أيوة كده افتكرتك، مش هتقولها. مين معاك هنا؟ اهلا يا سي حسن، شرفت بيت اخوك. مرحب ست ام فاطمه، وحشتينا قوي. امال فين العروسه؟ مش عاوزه تقابلني ولا ايه؟ ازيك يا سي حسن؟ اهلا مرات اخويا، اهلا بعروستنا، الف مبروك. ولو انها جت متاخره شويه، لكن معلش انتوا عارفين الظروف طبعا. انت خرجت من السجن امتى؟ النهارده طلعت افراج. افراج؟ المحامي قدر يطلعني بكفاله. ألف حمد لله على سلامتك يا ابني، عقبال البراءة. أنا جعان، واقع من الجوع، ألاقي لقمة في بيتك يا أبو حنفي. أمال يا سي حسن، من عينيا الاتنين يا ابني. اتفضل مع أخوك لحد ما أحضر لكم لقمة تاكلوها. أنا جاية معاك يا ماما. وماله يا بنتي؟ ده احنا زرنا النبي يا سي حسن. الله يكرمك يا ست أم فاطمة. نقدر نقعد لوحدنا أبو حنفي؟ اتفضل. خرجت امتى؟ النهارده. خرجت بكفاله صحيح؟ هربت. هربت؟ حسن ما تخافش، انا مش هستنى كتير، غايته واكل لقمه واتوكل على طول بعد ما تناولني الامانه. الامانه؟ انا محتاج للفلوس يا محمود. مالك ساهمت كده ليه؟ الأمانة مش هنا. أمال فين؟ مخبيها. نروح نجيبها سوا. لا. طب روح هاتها أنت وأنا هستناك هنا. لا. أنت ناوي تديها لي ولا لا؟ أي ناوي. إمتى؟ مستحيل الليلة دي. أديني مستني. أنت لازم تمشي من هنا. بتطردني من بيتك يا محمود؟ ده بيت فيه عيلة، في مراتي وحماتي، ذنبهم ايه يتبهدلوا لما يجي البوليس ولاقيك هنا؟ محدش هيرحمهم، وهيتعرضوا لجريمه اخفاء سجين هارب. امال اخد الفلوس ازاي؟ شوف انت هتكون فين وانا اجيبهم لك. انت خايف ابلغ عنك يا حسن؟ مين عارف؟ تعملها يا محمود؟ ايه رايك انت؟ انا ما صدقش انك تعملها. امال خايف ليه؟ مش عارف. خليك انت جاهز وانا اللي هتصل بيك. ما تجيش هنا يا حسن. شوف الزمن، ادي احنا اخوات والمفروض نحب بعض.
لكن الزمن خلى الواحد يخاف ويهرب من اخوه زي الكربان. انا مش بهرب منك يا حسن، انا خايف عليك زي خوفي على عيلتي الصغيره اللي انا بقيت مسؤول عنها. العشاء جاهز يا سي محمود. ايه ده كله؟ دي عزومه ملوكي. كله من خيرك وخير اخوك يا ابني، الف هنا وشفا. لو احتجتوا حاجه ابقى انده عليا يا محمود. تسلم ايدك يا ست الكل، انا لا اعرف اكلكم طعم كده، كنت هربت من السجن من زمان. مين؟ انا مراته. وهو فين؟ انا هو يا حضرة الضابط. نعم، في ايه؟ ايه الحكاية؟ اخوك حسن فين يا محمود؟ في السجن. اخوك حسن هرب من السجن. ايه؟ هرب؟ هرب امتى؟ ما جاش هنا. لا بيه ما جاش. والست تبقى مين؟ ماما. حسن ما جاش هنا يا استهانم؟ يا بيه ما قلت لك ما جاش. اسكت انت. يا بيه ما حدش غريب جه هنا الليلة غير حضرتك والناس اللي معاك دول. ما فيش حد يا فندم. فتشنا السطوح مفيش حد يا فندم. تعال معانا يا محمود. انا ليه؟ انت مطلوب بالاسم. انت بتورط نفسك اكتر يا محمود. انا ما عملتش حاجه. كل اجهزه الامن بتطارد اخوك دلوقت، واللي يخفيه او يساعده على الهرب بيعتبر شريك معاه في جريمته. انا ما شفتوش. انا بحذرك، ده اخر فرصه قدامك. المساله بقت اخطر مما تتصور، خصوصا بعد الجريمه البشعه اللي ارتكبها اخوك النهارده. جريمة؟ جريمة ايه؟ هو ما قالكش؟ ما شفتوش، هيقولي ازاي؟ فندم خده بره دلوقتي. حاضر يا فندم. اهلا يا مدام فاطمة. واخدين محمود على فين يا جلال بيه؟ اتفضلي اقعدي يا مدام، انا عاوز اتكلم معاك شوية. أنا عايز أعرف قالك إيه؟ جلال عارف إن الفلوس معاك. أنت اللي قلتيله الفلوس معايا؟ أنا ما قلتلوش حاجة. وتلاقيك قلتيله كمان إن حسن كان موجود. لا، أنا كل اللي قلتله إن أنا ما شفتش حسن من زمان. أنا عايز أعرف قاعد معاكي كل ده ليه؟ أوعى تكلمني كده تاني، أوعى تشك فيا. أنا لو كنت عايز أقول كنت قلت إن الفلوس موجودة في تربة المرحومة أمك. أنت شرفك؟ من كلامك يا محمود، الفلوس مدفونة مع الأموات. انت نسيت؟ فاطمة ما تخافش، انا كل خوفي عليك انت. هتديله الفلوس. هو مين؟ حسن. انا سمعت كلامكو كله. مش عارف. محمود الظروف اتغيرت، لو هتديله الفلوس يبقى هتخش السجن برجلين. حسن ده اخويا يا فاطمة. وانا ماليش حساب عندك، لو جرالك حاجة هعمل ايه؟ شكرا. بعد يا اسطى. على فين؟ الجيزة لو سمحت. طيب. لو سمحت بسرعة شوية. حاضر. ادخل يمين في اللي جاي.
وعداني مين برضه؟ بس دي مش سكه الجيزه. اعمل زي ما بقول لك. حاضر. هنقف هنا كتير؟ ارجع الجيزه بقى. بسمع يا اخ، حط المسدس ده في جيبك، انا عارف تاخدني على فين وانا موافق وجاي معاك من غير المسدس والحركات القرعة بتاعتك دي. اتفضل. انت جاي وايدك فاضيه؟ انا ما جيتش، انتوا اللي جبتوني بمسدس في دماغي. فين الفلوس؟ مفيش فلوس يا حسن. احنا مش اتفقنا؟ انا ماشي يا حسن، ولا هتضربني انت ورجالتك زي عتريس؟ انت عاوز تنقطني؟ سلامتك يا ابو علي. انا برتب كل حاجه يا محمود، خطه هروبي من مصر جاهزه وناقصه على التنفيذ، والفلوس دي هي تمن التنفيذ، من غيرها مش هقدر اهرب. خلاص ما تهربش. انت عاوز نرجع السجن يا محمود؟ ما انا لو اديتك الفلوس انت هتهرب وانا هدخل السجن. عايز ندخل السجن يا حسن؟ ما حدش هيعرف انك اديتني الفلوس. الحكومه عارفه ان الفلوس معايا. لو عارفين كانوا خدوها منك. طب ما انت عارف انها معايا، ما خدتهاش ليه؟ هاخدها. ما حدش يعرف مطرحها الا انا. هعرف مطرحها. ازاي؟ انت اللي هتقول لي. ده بيتهيألك. امال هتعمل بيها ايه؟ هرجعها للحكومه. يا نهار ابوك اسود، انت اتجننت؟ دي فلوس يابا مش عارف، حد يبقى معاه 50,000 جنيه ويرجعهم بايده للحكومه وللحكومه كمان؟ انا كان لازم اعمل كده من الاول. تعال هنا، رايح فين؟ انت مش خارج. بلاش شغل العافيه ده، ملوش لزوم. لاخر مره بقول لك، الفلوس فين؟ مفيش مفيش مفيش. الفلوس فين؟ الفلوس فين؟ اوعى تعمل كده تاني يا حسن. يا تاني وتالت ورابع. انت بتضربني يا حسن؟ بتضربني؟ بتضربني يا حسن؟ انت بتضربني؟ سيبوه. تقدر تمشي يا محمود، وتقدر تسلم الفلوس للحكومة زي ما انت عاوز. محمود، عاوزك تعرف حاجة قبل ما تمشي. انت ساعة ما هتسلم الفلوس للحكومة هتسلم راس اخوك لحد المشنقة. المشنقة؟ القاتل بيشنقوه. انت قتلت عشان اهرب. قتلت، ادعيت ان انتحرت، ولما نقلوا لي المستشفى في عربيه الاسعاف كان معايا عسكري. ورحت العتريس، والباقي انت عارفه. أخوك قتل واحد بس، وأنت هتقتل العيلة بحالها وهتقتل نفسك. إذا ما سلمش الفلوس لحسن، يعني هقتله بإيديا يا فاطمة. حسن هو اللي قتل نفسه. أخوك مجرم، أناني. كل همه إنه يضيعك معاه، وأنت ناسي إن إحنا كمان هنضيع معاك. أيوة بس ده أخويا يا فاطمة. وأنا مراتك. أنا مش عارف أفكر. مش قادر أتصرف. يعني عايزاهم يقولوا ده سلم أخوه لحبل المشنقة. وانت عايزهم يشاوروا على ابنك في يوم من الايام ويقولوا ان ابوك انا مجرم؟ سلم الفلوس للحكومه، ارجوك يا محمود. وانا ارجوك تسيبيني لوحدي شويه. هي كلمه واحده هقولها لك، حياتك وحياتنا ما بقتش من حقك لوحدك، انا كمان من حقي احافظ عليك وعليها. حسن قتل واحد بس، وانت هتقتل العيلة بحالها وهتقتل نفسك.
سامحيني يا هو. سامحني يا حسن. الفلوس لازم ترجع لاصحابها. محمود مش ممكن يعمل كده. محدش يعرف مكان الشنطة غيره. مش جايز يكون حسن عارف مكانها، مش جايز اتسرقت، مش جايز. انت عملت اللي عليكي. كلنا حاولنا ننقذ محمود من نفسه، لكن محمود خلاص خطب رجليه للنار. سامح، الفلوس الشنطة. بينا عتريس. أنا خايف نتأخر. لسه بدري. الطيارة هتوصل بعد الفجر بشوية. المهم نوصل في الميعاد، دي مسألة حياة وموت. والطيارة إزاي هتنزل في الصحراء؟ أنا شاكك في الحكاية دي يا حسن. هتشوف يا ابو حنفي، الفلوس تسوي العجايب. اخوك هو اللي قتل نفسه. حسن مجرم اناني. بتشاور لمين؟ الدليل اللي هيخش معانا الصحراء. أهو جاي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميركا. هي الطيارة هتوصل الساعة كام بالظبط؟ عتريس بيقول هتوصل بعد الفجر. انت ساكت ليه؟ اسألني عن الطريق، الباقي عين معين ده الله. هو ده المكان؟ ان شاء الله. أنا عايز أعرف إزاي الطيارة هتنزل في حتة زي دي؟ وإزاي أي طيارة تقدر تدخل وتخرج بالسهولة دي؟ هي البلد فاضية يا حسن. يا حسن الفار بيلعب في عبي. إحنا لسه عندنا فرصة. العربية معانا والوقت لسه بدري. وفي مليون طريقة عشان اسكت. أتوكل أنا وعاود. الطيارة معادها الفجر. حسن. بالسلامة يا شيخ العرب. السلام عليكم. أنت هترجع لوحدك في الصحراء؟ الصحراء دارنا والنجم صديقنا. انت رايح فين؟ سيبه عتريس. اسيبه ازاي يا سابر؟ مين يعرف مكاننا وسرنا غيره؟ الخيانه طبع الجبان. وافرض ما جاتش الطياره، مين هيرجعنا تاني؟ وافرض ما جاتش الطياره، هنرجع تاني يا عتريس؟ بس انا بقى مش ممكن اسيبه. يقدر يمشي لما الطياره تيجي. عندك حق يا عتريس. احنا ما بنخونش حد يا شيخ العرب. بس الاحتياط واجب ولا ايه؟ مظبوط. لا يا اخويا. انت بتبص لي كده ليه يا محمود؟ خايف نكون ماشيين في سكه غلط. هي دي اخرة السكه الغلط اللي مشينا فيها من زمان يا محمود. ندمان؟ هو الميت بيندم؟ ما تقولش كده. انت هتعيش يا حسن. أنا ما تهمنيش نفسي، المهم أنت. أوعى تفتكر أنا نسيتك. أنا دفعت تمن هروبي أنا وأنت. الطيارة هتشيل اتنين بدل واحد. يعني كنت متأكد إن حاجة أسلمك الشنطة؟
زي ما انا متاكد انك اخويا يا محمود. وعتريس مش هيجي معانا؟ عتريس مش اخويا. حسن، عتريس ما يعرفش حاجه. وافرض انه عارف؟ اللي مشي في سكه لازم يكملها. ايوه عتريس، لما بانت نهيته قتلته. يعني ايه؟ تنك البنزين فاضي والعربيه ما فيهاش ولا نقطه. مش ممكن يكون هو اللي فضاها. مال يفضي تانك البنزين. وما سالتوش ليه لما تقتله عتريس؟ هيفيد بيه السؤال؟ احنا اتغدر بينا يا سي حسن. اتغدر بينا. لا.
لم كل الورق يا حسن. 50,000 ايه؟ عايز كمان؟ خد يا حسن، خد خد، خلي كل اللي فاضلنا من الدنيا.